هلا 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 ربنا يتجمده برحمته ويدخله الجنه بغير حساب ان شاء الله. والحقيقه سعيد افتقدناه على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني، لكن اعماله الكثيره بتشهد له، وربنا يعني يضاعف ميزان حسناته بقدر ما اسعد جمهور على مدى سنوات طويله من العطاء. كان محب للناس كلها وكان محب للفن، وربنا يدخل له ويصبر يصبر اصدقائه واهله. قضى حياته كلها. انت فاهم اخر لقاء مع حضرتك؟ اخر لقاء كان امبارح كنت زرت انا والاستاذ اشرف غفور، بس كان طبعا كان دخل في الجيبوبه، لكن الفتره اللي فاتت كلها كانت اللقاءات مستمره في مرحله علاجه. وهيوقفوا في اول صلاه يعني وانا عيل صغير كنت بشوف مدرسه المشاغبين، فانا متربي على الكوميديا والفن الجميل اللي كان في الاستاذ سعيد صالح والاعمال الجميله بتاع الاستاذ والاعمال الجميله المسرحيه، وانا شرفت بالعمل معاه في كذا عمل، وكان جميل وحنين وبيحب الناس كلها. وافتكر ان احنا كنا دايما في المسرح كان دايما يقول لنا ما حدش يمشي بعد المسرح، فكنا نقعد فكان يجيب لنا اكل، يا على حسابه يا على حساب عم حسن مصطفى يا على حساب حسن الاسمر الله يرحمه يا على حساب اي نجم من النجوم. احنا كنا عيال صغيرين يعني، وكنا نقول طب ما احنا كمان احنا عايزين نجيب اكل، فقال اه طب الاولاد صغيرين يجيبوا لنا اكل، فكنا نعمل مايده اديهم وكان يبقى فرحان بينا قوي ويرفع من روحنا المعنويه. كان جميل بتحكياته وبابتساماته، بس رحله المرض كانت صعبه قوي. يعني هو اللي يصبر الواحد بس ان هو ارتاح من الالم ومن العذاب، ويا رب يا رب ما يوريها لاي حد.